أهلا بالأشقاء، قلوبنا تفرح بوجود الأحباب، وأنتم أهل الدهر ونحن ضيوف في بطولة الصداقة الدولية التي لم تبقى إلا ساعات قليلة على قص شريطها في البصرة الفيحاء بعد قرار رفع الحظر عن ملاعبنا بشكل كلي في المحافظات الثلاث البصرة وكربلاء وأربيل من قبل الفيفا والاتحاد الآسيوي. هذه البطولة التي يشارك فيها المنتخب القطري العنابي إلى جانب منتخب سوريا مع أسود الرافدين سيكون لها طعم خاص في قلوب العراقيين، كيف لا والحلم أصبح حقيقة في ظل هذه الأجواء الصحية والنجاح المتكرر لمشروع رفع الحظر عن ملاعبنا. وها نحن الآن نسير في الطريق السليم ونبحث عن تكاتف الجهود بين جميع المؤسسات الرياضية، وزارة الشباب والاتحاد والأولمبية وحتى مجالس المحافظات والقوات الأمنية التي كان لها الدور الأكبر لنجاح التنظيم من خلال حفظ الأمن في عروس الخليج الفيحاء، مع وجود جمهور كبير يكون أول الحاضرين في ملعب اللقاء ويهتف باسم العراق الذي توحد الكل تحت رايته على أمل نسيان الماضي والبحث عن مستقبل كروي جديد.